وحشتيني يا وزه. حي حضرتك عايز مين؟ عايز مين؟ عايز اسمع يا سلام الضرب الاحمر للاستاذ كتكوت الامير. بس انا ما اعرفكش. صح، بامره احي. بس حلاوتي يا وزه وغيرتي، بقيت قمر يا وزه. وزه مين؟ وزه مين اللي حضرتك بتتكلم عنها دي؟ لا والله، ايه انت بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ حكمين انا ما احبش الهزار لما يدخل في الجد. اكيد اكيد حضرتك غلطان. او تقصد حد شبهي؟ اللي شبهك ماتت ودفناها من زمان، الله يرحمها بقى. هو الواد ميدو ما قالكيش انا حصل لي ايه؟ ده انا تعبت قوي وعيطت قوي، ده انا عملت لك كولدير عشان يشفع لك يوم القيامه. ميدو مين ووزه مين؟ انت بتتكلم على ناس انا ما اعرفهاش. بتنكريني؟ طب انكري حد غيري. تنكري حمو، جوزك. جوزي؟ لا شور، حضرتك غلطان. وتفضل بقى دلوقتي بدل مطلوب لك الامن يجوا يشيلوك من هنا. امن؟ طب بالنسبه لقسيمه الجواز دي اعمل ايه فيها؟ انا اهو وانت اهو، قابلها واشرب ميتها ولا اعملها مراكب ورق وارميها في المالح؟ دي مزوره. مالناش حاجه احنا اهو. عزه؟ لا مش انا، وما اسميش عزه وما اعرفكش. وماله؟ حيث كده بقى نستنى حسام باشا لما يجي ونتفاهموا معاه ونحكي في المحكي، ولا اقول لك نستنى الحكومه؟ اصلهم على وصول هيتجننوا ويعرفوا مين اللي اتدفنت دي. اصل هي شبهك قوي. هي مين دي يا وزه؟ هي اختك؟ اصل الشبه بينك وبينها يلخبط الجن. استنى استنى استنى. حضرتك تقصد البنت اللي اسمها عزه بتاعت اسكندريه اللي ماتت في حادثه القطر؟ اللي ماتت اسمها منار. لا اسمها عزه، وشبه الخالق الناطق. على فكره البنت دي كلمتني كتير قوي وانا كنت عايزه اشوفها، بس فجاه اختفت. ولما سالت عنها قالوا لي يا حرام ماتت قدام القطر. عارف صعبت عليا قوي. طب واني ما صعبتش عليكي؟ ده انا بكيت عليكي بدل الدموع دم. حتى سعيد لما جه قال لي ان هو شافك بعد ما دفناك ما صدقتوش. فين وفين لما الحنين اعترف وقرب كل حاجه لغايه ما سمعت صوتك وانت بتكلمي منه صاحبتك وبتقول لي اخوكي شبه حسين فهمي. تحب اللي سمعوك المكالمه؟ تعالى يا وزه نقعد، لسه عندنا كلام ياما هنحكي ونتحكى فيه. وبعدين ده البيت بيتك، هو ده اللي بيقولوا عليه قصر بقى؟ الصلاه على النبي، دي حاجة تفرح بصحيح. تماثيل وبراويز، طول عمرك يا وزة وش السعد وش الخير. ده كريستال ده وزة، دي هتلاقيها بياما دي. حاجة تفرح. احنا بنشربوها على الريحة، سكر خفيف يا سمارة. جوسومة. جوسومة؟ انجليزي يا وزه؟ ده احنا اتطورنا قوي. هو انت عايز ايه؟ هو الراجل هيعوز ايه من مراته غير حقه الشرعي؟ حمو خد بعضك وامشي من هنا وما تورينيش وشك تاني. هو انت مش عارف انا متجوزه مين وممكن يعمل فيك ايه؟ لا عارف، بس مش هيعمل فيا انا حاجه، هيعمل فيك انت لما يعرف اصلك وحكايتك يا بنت السلطان.